السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا استخارة من القرآن الكريم لمواليد برج الأسد، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. مواليد برج الأسد فضلا وليس أمرا، ادعم الفيديو باللايك وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. سورة الحديد، مواليد برج الأسد، بسم الله الرحمن الرحيم، الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. مواليد برج الأسد، شايفنا عندك جيالك فرحة، الفرحة جيالة. انت طبعا عمال تقول امتى الفرحة، امتى العوض، امتى الفرحة، امتى الرزق. ديالك الفرحة بإذن الله تعالى، ديالك الفرحة من غير الترتيب، من غير كل الترتيب اللي في عقلك، والعوض من ربنا ديلك، لأنك تعبت كتير بعد التعب اللي حصل في حياتك. هانت خلاص ديالك الفرحة بإذن الله تعالى، بعد سنوات تعب سترى قدرة الله، سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله. أبشر، كل شيء سيتغير في لحظة لصالحك بإذن الله تعالى، لأن الله يريد ذلك، فلا تقول مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله، هتتحل معاك بإذن الله تعالى. في احد الاشخاص عندك حد ظلمك، كسر قلبك، جرحك، اخذ حقك، اخذ مالك، في حد ظلمك واستغلك، عنده ندم، ندم هذا الشخص، ندمان للظلم واستغلالك لانه ظلمك، وعنده كمية ندم، ستفاجأ بعوض الله ديلك بفضل الله تعالى. انت طبعا هنا اراك انه محتاج مبلغ مالي، محتاج مبلغ من المال، عندك مبلغ من المال ديلك، لانك انت تحتاج هذا المبلغ، يعني قد تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين، أو أنت تكون عاطي حد دين والدين ده ردع لك، لأن أرى في مبلغ مالي آتي ليك بإذن الله تعالى. في أرى أن في صلح قدامك، في يعني داخل مع حد في صلح، أو بتحل مشكلة، أو في كمية طاقة صلح قدامك عندك هنا يعني. بس انتبه اليومين دول، او انتبه اليوم ده او اليومين دول، احذر، لان ارى هنا من اشخاص، يعني الاشخاص دول قد تعتقدهم انهم مقربين ليك، قد تعتقد انهم مقربين ليك، ولكنهم يعني دول يفتشون اسرارك. بلاش تتمادى معاهم في الفضفضة، بلاش تتمادى معاهم في كثرة الكلام والفضفضة وتعطيهم كل أخبارك أو أسرارك، لأن هذا الأشخاص يتمنوا خراب بيتك ويتمنوا لك الضرر وليس يتمنوا لك الخير، فبلاش تتمادى معاهم في الفضفضة وفي الكلام عن رزقك وفي كلام عن نجاحك أو مشروعك أو هكذا. شايف عندك هنا، شايف برضه إنك يعني اتغيرت، يعني اراك ان انت متغير، يعني انت متجاهل، يعني مجاهل ناس كتير، وخايف يعني مش فارقه معاك هو بيعمل ايه، لان شافك متجاهل حد ومش فارق معاك هو بيعمل ايه ولا بيسوي ايه، لكن اراك قررت انك تحب نفسك اكتر، حاسس انك يعني طاقتك هاديه ومش خسران وانت راضي، وبتعزز نفسك وبتقول مش مستني انه تكلم هذا الشخص عني او ياتيني، لانك شايف في حصلت ما بينك وما بين هذا الشخص مشكله او كلام، او حصل ما بينكم طاقه كلام زعل او طاقه نفور او طاقه مشاكل. يعني ارى هنا في ناس كانت يعني غاليه عليك، غاليه عليك، يعني اراهم يعني بس بينفصلوا عنك، يعني اراهم بس بيتفصلوا عنك يعني بسبب يعني غصب، اراهم يتفصلوا عنك غصب عنك بسبب يعني رد فعلهم وتصرفاتهم السلبيه. بس في هنا امراه او رجل يعني شاغلين بالهم بيك، امراه او رجل شاغلين بالهم بيك، يعني دول شاغلين بالهم بيك ومركزين معاك في رزقك، مركزين معاك في رزقك، الناس دي مركزه معاك جوه في رزقك. بس راجل انت مفتقد حد غالي عليك وبالك مشغول، عاوز يعني تطمئن عليه. هذا القراءة احبابي عامة، عامة وليست خاصة، يعني ما تاخدش القراءة كلها ليك انت لنفسك، خد اللي طابق عليك فقط، كلام سليم. يعني انا مش عامل لك القراءة انت ليك لنفسك كلك، يعني لازم مش لازم كل حاجة في الفيديو طابق ليك انت بالذات انت بس، لا، انت خذ اللي طابق عليك، ممكن يكون نص الفيديو مطابق عليك او الفيديو كله مطابق ليك، في غيرك بيكون مطابق ليه،
او غيرك او غيرك، هذا قراءة عامة اخواتنا في الله، تمام، فضلا وليس امرا، ندعم الفيديو باللايك احبابنا في الله. شايف عندكم هنا يعني الباب اللي اتقفل في وشك او اتقفل في وشك، الباب ده اتقفل من سنين، بس ربنا بدله لك بابواب من الرزق والبركة. ربنا بدله لك من ابواب الرزق والبركة والستر والصحة، لانك قلبك طيب، ما تحبش تأذي حد، ما بتحبش يعني تفتري على حد ولا تاخذ حق حد. بس رأى عندك هنا تغير، يعني انا رأيك انت برضه بتغير مكان منزل او تجدد منزل، يعني حابب تشتري منزل او بتجدد مكان للمنزل او يعني بتشتري مسكن جديد. عندك طاقة شراء، لشراء لتجديد، ربي يسعدك ويفرح قلبك. ارى هنا خد بالك، في امرأة راح تجيب لك بشرى، يعني في امرأة داية من وراها بشرى، بشرة خير ليك، يعني بشرة فرحة، بشرى يعني هتساعدك كويس. يعني أراك هنا برضو يعني استلام، هنا في استلم ورقة، الورقة فيها دي نجاحك، إن شاء الله تكون نجاحك في الدراسة بإذن الله تعالى، أو مكالمة تدي لك هتكون بشرى ليك. بس قلبك مقبوض وخايف، قلبك مقبوض، أراك قلبك مقبوض وخايف من حاجة، قلقان محتار مش عارف تعمل إيه. ما تخافش، سيبها على الله، راح تنحل، راح تنحل بإذن الله تعالى. ده أنا شايف برضو عندك هنا ديالك، يعني أو في حدا فرحة ديالك هتسعد قلبك، بس احذر وخد بالك من السحر اللي عندك. السحر ده معمول من القريبين اللي حواليك، مش من حد غريب، من اللي حواليك ومن المقربين. ما تسألنيش طبعا تقول لي غريب أو قريب، طبعا من حد معروف. قريب، الغريب هيعرف ايه صلته بينك وما بينه، الغريب هيعرف كيف اسمك واسم والدتك، او يدخل مسكنك ياخذ حاجة من اثرك، او يدخل مسكنك يزقيك السحر، او يدخل مسكنك يرش ليك السحر، او ياخذ اثر من اثرك ويذهب الى الساحر، او يعمل ليك السحر. ايه الصلة اللي ما بينك وما بين الشخص الغريب انه يسوي ليك هاي السحر، واللي عامل هكذا قريب ومنك وليك، مقرب ليك يعني مش غريب. بس ما تخافش، ربنا معاك. انا شايف ان دايلك حد هيجاسمك همك قبل فرحك، سند حقيقي يعني هيرسم معاك هدفك، هدية من القدر، فيه من ملامح يعني هيكون معاك، لان انا شايف في قلب بيتك فرحة فرحة فرحة. يعني دايلك قدامكم 3 خطوات، ممكن تقول خطوبة او زواج، او ان شاء الله رجوع للمنفصلين اللي بسبب السحر فصلهم، او زواج مرة اخرى ليكم بإذن الله تعالى. يعني دعوات من ربنا على صبرك اللي صبرته، ما تخافش ديالك الفرحة بإذن الله تعالى، لأن أراها في أرض بيتك، فرحان مبسوط، عندك كمية سعادة، عندك كمية فرحة، لأن أراك فرحان في قلب بيتك. يعني وفي منكم اللي اشترى مسكن، فممكن تكون شراء المسكن نقلة إلى زوجك أو هكذا، أو زوجك بيكون نقلة لمكانه في المسكن الجديد أو البيت الجديد بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى. شايف برضه بس هنا يعني شايفك برضه محتار، يعني أنا شايفك محتار من أمر، أو محتار في حاجة، في حاجة محيراك، في حاجة شغلاك، في حاجة شغلة مخك. بس أنا شايف إن دايلك فرحة، او دايلك خبر، خبر دايلك من بعد، يعني الخبر ده هيخرجك من مشكلة او ازمة هتخرج منها. بس خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من نفسكم، يعني انا شايف في حاجة سودة، حاجة سودة حواليكم مش عارفين تفسروها، يعني في حاجة سودة انتم مش عارفين تفسروها. بس خلي بالك في ناس يعني بتبين انها بتحبكم وهي بتحقد عليكم، الناس دي عايزة تأذيك، الناس دي بتبين قدامكم ان هي بتحبكم، لكن الناس دي بتأذيكم مش بتحبكم. اللي يبين قدامك ان هو انسان كويس او انسان بيحبك او انسان بيتمنى لك الخير، هو ده اللي تخاف منه. بس انت في حد عملته، في حد عملته وندمان عليها، ايه اللي عملته وندمان عليها؟ في حاجة انت ندمان عليها، قلبك مجروح، قلبك مكسور، زعلان علشان انت عملت الحاجة دي. بس ماديا في استقرار حلو عندك، ماديا هيكون في استقرار حلو. انت داخل في مشروع،
او قدمت المشروع مرة واثنين وثلاثة، او قدمت لكذا مشروع وما اكتملش معاك، ما اكتملش معاك المشروع ده، او حد عزيز على قلبك كل ما يقدم على مشروع او هكذا مش بيكتمل معاه او شغل واقف معاه، عندكم قلت لكم طاقة السحر، طاقة السحر والحسد شديدة عليكم، طاقة السحر والحسد شديدة عليكم، بس عندكم استقرار عاطفي، عندكم استقرار عاطفي فيه يعني اسم كبير. بس خلي بالكم، يعني خلي بالكم علشان انا شايف هنا في شخص، الشخص ده بيكذب عليكم، بيكذب عليكم في كذا حالة، بيكذب عليكم في كل حالة، الشخص ده كذاب، منافق، مش بيحب لكم الخير، وبيلعب على كل الأطراف، الشخص ده كاذب، بيتمنى لكم الخراب، بيتمنى لكم الدمار. عندك كسب السفر، طريق سفر قدامك، السفر ده مفتوحه قدامك، السفر فيه طاقة رزق، طاقة أرقى مبسوط في السفر، ممكن تكون فسحة إن شاء الله، أو طاقة رزق ديالك. لان انا شايف هنا بس في حد ما بينك وبين الشريك حاسس ان انت الشريك بياخد طاقتك، الشريك تعبان، في منكم منهم مريض او تعبان او عنده طاقة سحر عم داركم انتوا اتنين، تعب، حتى الاطفال مشاكل معاكم. بس انا شايف برضه عندكم يعني تفكير معاكم 24 ساعة عمالين تفكروا، دماغكم شغالة 24 ساعة، مش عارفين تركزوا صح، محتارين. واكتر حد عندكم التعطيل، التعطيل، بس وشك هينور تاني، وشك هينور تاني من بعد المعاناة اللي حصلت معاكم او التعب، وشك هينور لان باب الخير وباب الحظ وباب السعادة هيتفتح قدامك. انت مستني اوراق حكومية او حدا في الحكومة، منتظر حدا في المحاكم براءة ليك، او حد قريبك مسدون، او حد عزيز على قلبك مسدون، في حدا في المحاكم راح تخلص هاي الايام باذن الله تعالى. بس حاول تخلص من السحر اللي عندك، عشان السحر تعبك جدا، مش مكتمل معاك حدا كتير. في حد عندك من اهلك تعبان، حتى عزيز على قلبك او اهلك عيان او تعبان، عنده مرض ربنا يشفيه ان شاء الله عليكم بالدعاء، لانه هو بيدعي لك، هو بيدعي لك مع انه تعبان، بس بيدعي لك وبيحب لك الخير وحابك توصل لهدفك باذن الله تعالى، والمشروع اللي انت فيه هينجح. قلقان، محتار، مش عارف هينجح ولا لا، مش عارف هيكتمل ولا لا، راح تنجح في هذا المشروع باذن الله تعالى، وهتوصل لهدفك، وهتوصل لقرارك، وهتوصل للي انت عايزه بمشيئه الله. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. الساحر راح ينقلب عليه، وفي خطوه راح ينقلب باذن المولى تعالى، هينقلب على الساحر ومن ذهب الى الساحر، لان ارى خروج شيء من بيتك معه الشر، معه الحسد، معه السحر. هيخرج من بيتك بإذن الله تعالى، لأنك تعبت، يئست، عندك إحباط، عندك تعب، عندك ضيق، عندك ألم في المعدة، صداع غير منتظم، عندك ألم في الظهر، في الرجلين، أكتر حدا الضيق وأكتر حدا المشاكل للمنفصلين بسبب السحر، واللي متزودين للمشاكل، واللي لسه ما تزودتش، ما فيش اكتمال معاك في أي شيء. عندك مبلغ مالي، اول حاجه في مبلغ مالي دايلك، المبلغ المالي ده هيفك كرب معاك او يفك زنقه او يفك حاجه معاك، في مبلغ مالي دايلك كويس، ممكن نقول مكافاه او ردوع دين او حواله، في مبلغ مالي دايلك باذن الله تعالى. عندك عتبه جديده، العتبه جي مسكن او عتبه جديده فيها راحه ليك. عندك هنا حد حيران، ارى الحبيب، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك كمان. في نقل عندك وتغير جذري بأمورك، يعني عندك حالات كثيرة فيها الفرح عليك، لأنك يئست، اللي تعبت، حصل مشاكل معاك كبيرة، حصل معاك تعب كثير، تعبت، بتقول إمتى؟ بتقول هانت، عمال تصبر في نفسك، تقول هانت إن شاء الله بكرة تنحل، وهتنحل، هتنحل. في مكالمة ديالك، المكالمة دي فيها شغل ليك أو وظيفة، في وظيفة عندك ديالك، وظيفة أو شغل أو حاجة من سبب المكالمة دي. في شراء بيت، شراء بيت او تغير محل إقامة، منكم بعاوز يشتري بيت او عايز يشتري مسكن او عايز ينقل من المكان اللي فيه، عندكم شراء منزل باذن الله تعالى او شراء بيت باذن الله، وفي تغير إقامة. في شفاء من مرض، من مرض واستقرار صحي لحد قريب على قلبك، عزيز عليك، اهلك، من قرايبك، من اصحابك، اصدقائك، ده عزيز على قلبك. عندك نصرة برضه، يعني هتنتصر باذن الله تعالى، الناس دي اذتك، كسرت قلبك، درحتك، خزت مالك،
أذتك كتير، تعبتك، وانت مش عارف تاخذ حقك، عندك نصرة بإذن الواحد الأحد، عندك نصرة بإذن الله تعالى. بس أرى في أراكم يعني تعبانين، والتفكيركم مشتت، عمال تفكر 24 ساعة محتار، مش عارف تاخذ قرار، تعبانين وتفكيركم مشتت. بس في أيام حلوة، في تغير للأفضل، في مشكلة عاطفية حصلت، في مشاكل عاطفية حصلت، أو مشكلة عاطفية حصلت ما بينكم، وعدم استقرار، هدي نفسك وبالهدوء كل حاجة راح تنحل. بلاش العصبية، بلاش المشاكل، هدي نفسك كل حاجة هتنحل، لأنه راح عندك كل ده من سبب السحر، في شفاء من السحر أو من المس القديم. في منك البنات أو أخواتنا الشباب في مس عندك قديم، مس قديم، في شفاء من السحر أو من المس القديم، في شفاء من السحر أو من المس القديم عندك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. أنتم بس عليكم مراقبة، عليكم مراقبة، في حد بيراقبكم، عليكم طاقة مراقبة، في حد عمال يراقبكم، يعني خاطط عينه عليكم، عايز يوصلكم بأي طريقة، عايز يوصلكم، ده عمال يراقبكم مش كويس. الشخص ده بيحاول يأذيكم، عمال خاطط عينه عليكم بيراقبكم الشخص ده. بس هنا عندكم يعني الشفاء لأحد الأقارب، الشفاء لأحد الأقارب. بلاش الكسل، بلاش الخمول اللي عندك، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج منها، اطلع من الطاقة دي، بلاش الطاقة، عشان عندك سوف تفاجأ، عندك هتفاجأ في حدا ديالك، روحك هتحيا من جديد. الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك، سوف يحدث كل شيء فجأة، لأنك تستحق، إنك تستحق هذا، أنك تستحق، لأنك صبرت، كفحت، وصلت لهدفك، ساعدت ناس كتير، مش استنيت منهم المساعدة، لكن أنت ساعدت الناس كلها، حب الخير للناس عندك، روحانياتك شديدة، حافظ على روحانياتك، إزاي؟ بلاش الكلام. انت عندك احساس كويس، بتحس بالحدا قبل حدوثه، بتحس بالشخص اللي قدامك ان كان صادق او ان كان كذاب، بتشعر بالشخص اللي قدامك، بتحسه قبل ما يتكلم، تبقى انت عارف عايز ايه او عينه فيها ايه. واكتر حدا رؤيتك المناميه، حافظ على رؤيتك المناميه، تحافظ عليها ازاي؟ بالاذكار الصباح واذكار المساء والتحصين قبل النوم، لان الشيطان بينسيك، لان فيها طرق صحيحه ليك او اتجاهك للطريق الصح ليك، بس الشيطان بينسها لك، السحر او المس بينسها لك، فانت حاول تخلص من السحر او المس عشان تقوى روحانياتك وتتعلم. يمكن عندك كمان هنا في تغير في حياتك، ممكن يكون كليا حياتك تتغير، المكانة عالية كمان بفضل الله تعالى، عندك فترة انتقال للأفضل، يعني تخص حياتك العاطفية أو الأسرية، في عملية شراء، بتشتري إيه؟ أرى في عملية شراء بيع أو شراء ناجحة، في عملية شراء أو بيع دي ناجحة، فيها نجاح ليك، يعني البيع ده أو الشراء ناجح بإذن الله تعالى، عندك يعني طاقة شراء أو طاقة بيع، هي ناجحة، أو مشروع، أو في مكافأة ليك. مكافأة أو هدية، هي خلاص ما بين إيديك، المكافأة دي من بين إيديك أو خلاص يعني بين إيديك، وخروج الشر من حياتك. والست دي راح تنشغل بعيد عنك، هتنشغل بعيد عنك، أنت طبعا عايز تحصن نفسك منها، عمال تفكر إزاي أبعد نفسي منها، ما خلاش تأذيني، هي هتنشغل بعيد عنك، ربنا هيشغلها بعيد عنك بالمرض اللي هيديلها أو بالتعب اللي هيديلها، هتنشغل، هتنساك، مش هتعرف توصلك، مش تعرف تأذيك تاني، هتنشغل بعيد عنك. ورجوع حق ليك، حقك رادع، حقك رادع، مهما توصل مهما تعمل حقك رادع لك بإذن الله تعالى، حقك ليك رادع، لأن أرى الدمعة نزلت من عينيك بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل كانت مكررة على لسانك كثير، حقك رادع بإذن الله تعالى، ونصر على الظالم ببركة ذكر الله، ببركة ذكر الله. في خبرين هنا حلوين، الخبرين دول حلوين يسعدوا قلبك في الطريق ليك، في الطريق ليك. هم الخبرين عند في عودة للمنفصلين، في عودة، أرى في عتاب، لا عتاب ما بينكم، عتاب حد وسطيكم متدخل، وحدة أو واحد متدخل وسطيكم وحصل ما بينكم عتاب أو مشاكل، حصل ما بين هيحصل، وفي عودة، في عودة، في عودة ليكم.
يعني عودة بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك هنا العتبة دي اللي هتشتريها، لأنها اشتراك البيت، بيشتري منزل، المنزل ده هو اللي هيكون فيه الراحة ليك، أراك يعني فرحان سعيد سعيد. عندك حل مشكلة كمان، المشكلة دي كانت المشكلة دي كبيرة، كانت مدمرة حاجات كثيرة في حياتك. عندك هتحل المشكلة دي، المشكلة دي خلاص حد هيتدخل معاك وهتحلها، هتحل المشكلة دي خلاص. بس هي مشكلة كانت ممكن توجعك في وجعة كبيرة، والمريض اللي عندك راح يشفي اللي انت زعلان عليه. هو عندك يعني بس احتفظ، عندك حلم مزعج معاك، ممكن تحلم بكلاب، حيوانات، ثعابين، اسود، رؤيات منامية تعباك. عندك رؤياتك المنامية يعني هي من السحر اخواتنا في الله، اخواتنا في الله من السحر. ورؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح جدا، وتوقعاتك في محل، توقعاتك اللي بتوقعها في محل، لان انا قلت لك عندك روحانيات عالية، فتوقعاتك للحدا اللي حواليك صح، وتوقعاتك كمان في محل. كل حاجة بتتوقعها، طاقتك السلبية اللي عندك دي، اللي الغيمة اللي حواليك، الغيمة اللي على عينيك اللي مش خلاك عارف تركز، عارف توصل لهدفك، هتخلص من الطاقة السلبية، لأن طاقة إيجابية قد مليكم. النور هيكون حواليك، وهيكون حواليك يفتح لك جميع الأبواب. طاقة النور حواليك، الطاقة الإيجابية دي خلاص قد مليك. عندك إحساس بالقوة طاغي. عندكم هنا في اختبار من ربنا انت بتمر بيه، انت بتمر بيه، وعايزك محتاج يعني تحكم عقلك وتلغي قلبك ده، تلغي قلبك علشان تمر بسلام من الاختبار، وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك بإذن الله تعالى. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، الشخص ده يعترف لك بالحب، الشخص ده هيعترف لك بالحب، في اعتراف يعني بالحب ليكم، او ممكن يعني او ربما تكون صداقة او علاقة عابرة تتحول لموضوع يعني جد يعيد لحياتك الفرحة. فانا في زعل دواك، زعلان، في زعل دواك، وبتحاول يعني تضحك وما تظهرش ضيقتك. صدقني ربنا يهونها عليك، وهتعدي على خير وعوض ورزق كبير دايلك من ربنا، بيكون قريب منك بإذن الله تعالى. بعد التعب والعذاب سنين خلاص هانت ديالك النصرة. أراك برضه يعني زعلان على أحباء أطفالك، أو زعلان على أخواتك، حصل ما بينهم مشاكل، مكسورين، مجروحين، بتحاول تساعدهم على قد ما تقدر، بتحاول توصلهم للهدف الصح، بتحاول تخليهم مع بعض أو ما يبعدوش. إن شاء الله كل شيء هيكون في ظنك بإذن الله تعالى. ربنا يشغل هاي الساحرة أو هاي الست عنك، ربنا يشغلها بمرضها، بتعبها، هتنشغل عنك، وستفادى بالأفراح والقادمة، لأن الفرحة في أرض بيتك. فرحة يعني انت منتظرها، منتظر الفرحة دي، هي في ارض بيتك الفرحة، ممكن تخطوبة لما زواج بإذن الله تعالى. في بشرة بمولود، بشرة بمولود ان شاء الله، لو بتفكر في المولود او الاطفال، عندكم اطفال في فرحة، في فرحة باطفال ان شاء الله، يكون نداح في المدارس بإذن الله تعالى، عنده نداح في امتحاناته، او بشرة باطفال جديدة بحمل، ستبدل كل احوالكم بإذن الله تعالى للأحسن، ستبدل. بابك خلاص، باب الحظ، باب الفرحة، الباب اتفتح قدامك، الباب اتفتح، يعني هك كل شيء، واللي يعني اللي مزعلك، وانت يعني في حد مزعلك برضو، الشخص اللي مزعلك يعني انت مش عارف تعاتبه، مش عارف يعني، في حد زعلان انت في قلبك منه، قلبك مكسور منه، وهو معاك، هو معاك، بس انت مش عارف تعاتبه، او مش عارف تعاتبه، لانك خايف برضو على زعله، خايف على زعله، مع انك انت زعلان بس مش عارف تعاتبه، لانك خايف على زعله، لان وراك برضه مريت بطائفه يعني برضه ماليه مريت بيه، وربنا كرمك ورزقك بمال لم يكن في حساباتك، وعندك برضه يعني الفرحه ديال، وطاقه المال قويه، طاقه المال قويه، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز كويس، يعني المبلغ ده قدامك خلاص ثلاث خطوات، انت كنت محتاجه، كنت محتاجه بإذن الله تعالى، قدامك المال. اللهم صل على سيدنا محمد. في حاجة حلوة قوي هتحصل معاك قريبة، انت منتظرها بفارغ الصبر، ودي هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، لان انت زعلان وقلبك مكسور، هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، هتخرجك. في شخص هنا بيحبك قوي، بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي، لكن اراه بعيد عنك،
مش عارف يقرب منك او مش عارف يوصل لك او مش عارف يقرب منك. ان شاء الله تكون حياة جديدة ما بينكم بإذن الله تعالى. القلق اللي عندك والخوف رق القال وعلى حد مسدون، او عندك اوراق بتخلصها في المحاكم، او حد مريض، او حد مسدون على قلبك، او قريب يعني على قلبك او عزيز عليكم، في مكالمة هتفرحك بسببه. يعني مكالمة هتدي لك هتفرحك بسببه. المكالمة دي ممكن يكون خروج، هيخرج من الأزمة، أو تم شفائه، أو تم العملية بنجاح، أو هكذا. في مشروع أنت داخل فيه، مشروع شغل، وظيفة، مشروع عمل، نجاح، لأن أراك قلقان منه، خايف ما يقبلكش، خايف تفشل في الموضوع، في المشروع أو الموضوع اللي أنت فيه، قلقان عليه المشروع ده. إن شاء الله في نجاح، في طاقة نجاح بإذن الله تعالى. المشروع ده راح ينجح معاك، لأن طاقة النجاح قريبة بإذن الله تعالى. راح تنجح في المشروع ده وتحقق هدفك. بس اكتر حدا بلاش الكلام، بلاش الكلام فيه، بلاش تتكلم في طموحاتك او اهدافك او شغلك او وظيفتك او بلاش كثرة الكلام، بلاش. في مناسبة حلوة، ويعني مناسبة حضور حفلة، او مناسبة في ارض بيتك، عندك مناسبة حلوة بإذن الله تعالى. المناسبة دي هتكون فيها فرحان، هتكون فيها سعيد. في طريق سفر برضو قدامك، حد هيطلب منك تسافر، او انت عايز تسافر لشغل او فسحة او شغل، او يعني في طريق سفر قدامك مفتوح بس لسه انت ما دخلتش فيه. الطريق ده مفتوح قدامك، طريق السفر، بس لسه ما دخلتش فيه، واللي حصل انفصال اللي كان بسبب السحر. احبابي في الله، السحر ان شاء الله راح تفك السحر، وراح يخرج من بيتك كل شيء بالأذى، بيخرج كل شيء بإذن الله تعالى، وتعيش في الراحة والأمان، والشغل قدامك مفتوح بإذن الله تعالى. وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أحبابي في الله، فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك، وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني كما كنا السحر او المس او من تعطيل او من اي شيء، داخل القناة كل حاجة، يلا تدخل داخل القناة، تطلع لفوق الفيديوهات، هتلاقي نزل على هذا السحر وعلى هذا المس وعلى هذا التعطيل وعلى هذا الكريم وعلى هذا التابعة، كل شيء في الفيديوهات. خطط لكم علاجات بإذن الله تعالى. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم. والرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا في أي مشكلة عندك أو علاج أو كشف، تفضل معنا، وإن شاء الله نكون في حسن ظن.